يا رب عفوك ولطفك بأهلنا هناك. يعني والله يعجز الإنسان عن التعبير أمام هول هذه المشاهد. بس النقطة أنه طيب الفرق قامت وتقوم إلى اللحظة وتتابع عملها بكل تفاني ولا تفرق مرة أخرى بين سوري وغير سوري. طب ليش التقصير أو ليش هذه الفجوة في الشمال السوري؟ يعني هذه الذي حصل وترك الناس يموتون تحت الأنقاض، ليش؟ ما أول مرة يترك السوريين للموت. خليني أذكرك أنه الأمم المتحدة أحصت 350 ألف قتيل في سوريا، فبرغم هول هذا الزلزال حتى الآن مقتول 3000 في سوريا، يعني 1% مما قتل العلوي والروسي وحزب الله الإيراني، هو فعلا إيراني 1%. هذه الأهوال اللي شايفينها السوريين شايفين قبلها 100 ضعف، وكمان ما حدا تحرك، وكمان ما حدا تحرك. مدينة حلب قصفت بما يعادل قنبلتين نوويتين وما حدا تحرك، وما حدا تحرك. في مدن سورية دمرت كليا كليا من قصف الروسي ومن قصف النظام ومن عصابات البي كي كي ومن حزب الله، كل وحوش العالم اجوا يذبحوا في السوريين.